منذ أن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مشروع ستارلينك لتوفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، وكثير من الناس يتابعون آخر المستجدات حيال هذا المشروع الواحد والذي بدأ بتنفيذه منذ عام 2019. ولأن العديد من دول العالم بما فيها دول العالم الثالث يهمها معرفة مستجدات هذا المشروع كونها تعاني من سوء خدمة الإنترنت في الكثير منها، نقدم لكم أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين في أنحاء العالم مع الإجابات عنها. أولا، كم كلفة الخدمة حاليا وكم ستكون مستقبلا؟ تبلغ كلفة الخدمة الحالية التجريبية حوالي 499 دولارا للمعدات، والتي تشمل الطبقة والمودم الروتر. أما مبلغ الاشتراك الشهري فهو 99 دولارا. وتتوقع المصادر الإخبارية أن تنخفض هذه الأسعار لتتراوح تكلفة المعدات بين 100 إلى 300 دولار، فيما سينخفض مبلغ الاشتراك الشهري إلى ما دون 80 دولارا. السؤال الثاني، معروف عن خدمة الإنترنت الفضائية إنها تعاني من تأخير يصل إلى 600 ملي ثانية، فهل هذه المشكلة ستكون أيضا مع ستارلينك؟ لن تعاني أقمار ستارلينك من هذه المشكلة، لكون أقمار ستارلينك على علو منخفض كثيرا مقارنة بأقمار شركات الإنترنت الفضائية الأخرى. وتهدف الشركة الوصول إلى زمن تأخير يبلغ 20 ملي ثانية. وتقول مصادر الشركة أن المستخدم الحالي يحصل على زمن تأخير يتراوح بين 20 إلى 40 ملي ثانية. السؤال الثالث، هل سيكون هناك سقف محدد لحزمة الإنترنت بمعنى عدد محدد من الجيجابايت للاشتراك الشهري كما هو الحال مع شركات الإنترنت الفضائي المنافسة؟ مصادر الشركة تشير إلى أنها لا تنوي وضع سقف للخدمة، أي سيكون الاشتراك مفتوحا وغير محدود. رابعا، متى ستبدأ الخدمة عالميا؟ بعد أن بدأ التشغيل التجريبي للخدمة في شمال أمريكا وكندا، من المتوقع حسب الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي عالميا نهاية عام 2021. خامسا، كم تبلغ سرعة التحميل والرفع الحالية حسب التشغيل التجريبي؟ المعلومات تشير إلى أن سرعة التحميل وصلت لدى بعض المستخدمين إلى 210 ميجابت بالثانية، وأن سرعة الرفع تتراوح بين 5 إلى 18 ميجابت حاليا. وقالت الشركة في رسالة إلكترونية أرسلت مؤخرا لمستخدمي خدمتها التجريبية أنهم سيحصلون على سرعة تحميل تتراوح بين 50 إلى 150 ميجابت في الثانية. وتقول الشركة أن السرعة ستزداد مع إطلاق المزيد من الأقمار، والهدف هو الوصول لسرعة تبلغ 1 جيجابت في الثانية. سادسا، في حالة تشغيل الخدمة عالميا نهاية العام 2021، هل سيكون لها تأثير سلبي على سرعة خدمتها الحالية، لا سيما مع دخول ملايين المستخدمين الجدد؟ حسب الشركة أن ذلك لن يحدث، لأن الشركة ستطلق المزيد من الأقمار، وبالتالي لن يكون هناك ضغط على الخدمة. سابعا، هل سيكون الدش قابلا للنقل، بمعنى يمكنني أن أنقله إلى أي مكان في العالم للحصول على النت؟ حاليا تقوم الشركة بتقييد تلقي الخدمة بعنوان مكان المستخدم، لكن الشركة تنوي إلغاء هذا القيد لاحقا كي تتمكن من التزود بالخدمة أينما كنت، حتى لو كنت في رحلة بغابات الأمازون أو جبال الألب أو صحراء الربع الخالي.
أخيرا، إن كنتم بحاجة للمزيد من المعلومات أو لديكم ملاحظات عن الفيديو، حبذا لو تكرمتم علينا بتعليقاتكم. وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب. وإن كنتم ترغبون بتلقي إشعاراتنا للفيديوهات المستقبلية، يمكنكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وشكرا لمتابعتكم.